ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أصيب 8 أطفال بتسمم جماعي في إقليم الفقيه بن صالح أمس السبت بعد تناولهم رقائق بطاطس منتهية الصلاحية. وقالت مصادر محلية أن التسمم الجماعي حدث بعد تناول الأطفال لشيبس منتهية الصلاحية تحصلوا عليه من حاوية قمامة، وفي اعتقادهم أنها لا تزال صالحة للأكل، لينتهي بهم الأمر في المستشفى المحلي لمدينة سوق السبت، حيث تلقوا الإسعافات الضرورية وحالتهم الصحية مستقرة. كما أكدت ذات المصادر أن أعمار المصابين تتراوح بين 10 سنوات و11 سنة، وينحدرون كلهم من أحد أحياء المدينة. وفور إخطارهم بالخبر هرعت السلطات المحلية والأمنية إلى عين المكان للوقوف على ظروف وملابسات هذه الواقعة. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.